مع تسجيل 112 حالة جديدة يصبح العدد الإجمالي منذ بداية الوباء 10810 وبنسبة 24.6 حالة لكل 100,000 نسمة. ونسجل أيضا بأن 12 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الوفيات سجلنا 9 وفيات جديدة رحمهم الله، بهذا يصبح العدد الإجمالي للوفيات 760. 75% من الوفيات عمر نتاعهم بين 60 سنة فما فوق. أما فيما يخص الحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به عددهم 21,750. فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية الوباء إلى حد اليوم طبقا للمعايير المعتمدة 7,420 شخص تماثلوا للشفاء، منهم 98 خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء حاليا عندنا 39 مريض في العناية المركزة، أي بنسبة